الكرام بكل الخير، نشرة التاسعة نقدمها لحضراتكم من تلفزيون فلسطين وفيها بعد قليل. تأييد فصائلي ووطني واسع لقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. المئات يؤدون صلاة الجمعة في محيط المنازل المهدمة في وادي الحمص. وباعترافات جهات رسمية إسرائيلية، جيش الاحتلال تعمد قتل المتظاهرين السلميين في غزة. وفي النشرة أيضا، تحت رعاية السيد الرئيس عرس جماعي لـ90 عريسا فلسطينيا وسوريا في دمشق. طابت أوقاتكم من أبرز العناوين هذه التاسعة بالتفصيل. أعلن السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات كافة الموقعة مع إسرائيل. كما أعلن سيادته في مستهل اجتماع القيادة عن البدء بوضع آليات لتنفيذ ذلك بدءا من اليوم. وعلى ضوء ما جرى في اجتماع القيادة اليوم من مداولات وأمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة، تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. وقال سيادته إن ما قامت به سلطات الاحتلال في صرب هرم القدس المحتلة هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية نفذت برعاية أمريكية. ما أقدمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لعشرات من بيوت أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وتشريد مئات المواطنين الآمنين من سور باهر وغيرها الذين أصبحوا بلا مأوى في خرق إسرائيلي واضح للقانون الدولي كعادتها، وخرق للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بيننا وبينها، الأمر الذي لا يمكن تصنيفه إلا باعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها، مع أن مسألة التطهير العرقي انتهت من كل العالم بعد جنوب إفريقيا، إلا أنها بقيت للآن في إسرائيل برعاية أمريكية. وشدد سيادته على أن يده لا زالت ممدودة للمصالحة داعيا لتنفيذ اتفاق عام 2017 الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية. نقول لإخواننا في غزة، آن الأوان لتطبيق الاتفاق. اتفاق اتفقنا عليه في 2017، وأنتم من بادر للبدء بالحوار، ومصر مشكورة رعت هذا الحوار، والعرب كلهم موافقون على هذا الاتفاق. 2017 نتفق عليه نطبقه. عندما نقول نريد أن نواجه إسرائيل بقوانا جميعها، وأنتم وين؟ مع مين؟ أنا بفهم منظمات المنخرطة في منظمة التحرير، لكن أنتم أين؟ لا نريد أن نعود إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضتم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقتم مع إسرائيل وأمريكا.
لأنه العالم كله بيحكي بدولتين في منظمة التحرير، والعالم كله موافق على القرار 2334، والعالم كله موافق على قرارات الجمعية العامة بدولة فلسطين منذ أن حصلنا على العضوية المراقب. طب أنت تقول لا لمنظمة التحرير، أنت مع من تقف؟ قل هذا لشعبك، مع من تقف؟ أنا لا زالت يدي ممدودة للمصالحة، وأريد المصالحة، ولي مصلحة بأن تكون هناك مصالحة. أما أن نبقى هكذا ونتكلم عن أشياء جانبية، عن أشياء فرعية، عن أشياء هامشية، أعتقد آن الأوان لأن نكون أكثر جدية. هذا وأشادت القوى والفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية أشادوا بقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، كما أكدوا التفافهم حول السيد الرئيس محمود عباس. نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والبدء بوضع آليات من بكرة، تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني. كان لهذا الإعلان صدى شعبي ووطني، تفاعلت معه كافة الفعاليات التي رأت فيه إعلاء لسقف النضال ضد محاولات تل أبيب بفرض سياسة الأمر الواقع على أبناء شعبنا. حركة فتح في كل الساحات بالخارج والداخل في أوروبا وغيرها من محطات النضال الوطني أعلنت اصطفافها خلف قرار الرئيس والقيادة واستعدادها الذهاب في معركة التحرير إلى أن تحقق أهداف بالدولة المستقلة والقدس الشريف عاصمة لها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت أول المرحبين بقرار القيادة، داعية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في طريق مواجهة الاحتلال وداعميه الأمريكيين. نحن نرحب بموقف الرئيس أبو مازن ونعتبره خطوة كبيرة إلى الأمام، ونأمل أن هذه الخطوة تتوج بلقاء فلسطيني يضم كل القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تدارس المخاطر الجادة المحيطة بالقضية الفلسطينية، لكي نعمل معا وسويا لمواجهة هذه المخاطر. ومن عنوان الصبر والثبات وعنوان نضال المرحلة الراهنة والسابقة أسرانا الرابضين خلف القضبان، جاءت رسالة الجلية التي لا لبس ولا تأويل فيها. هناك من سجون هداريم وهاشيرون كانت صرخة الحركة الأسيرة تجديد مبايعة واصطفاف خلف موقف القيادة في التصدي للمؤامرة الكونية على قضيتنا العادلة وما تسمى صفقة القرن المقبورة، حيث اعتبر الأسرى في بيان نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تلك المؤامرة والصفقة ومفرزاتها تعتبر مؤامرة وتواطؤا كبيرا ضد شعبنا وحقوقه المكفولة والمتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بدوره طالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض حركة حماس بالالتزام بقرار السيد الرئيس محمود عباس ووقف تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن قرار الرئيس يجب أن يشمل الضفة والقطاع. هبة طحان، تلفزيون فلسطين. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من غزة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب السيد وليد العوض. مساء الخير. مساء النور، أهلين. أهلا بك. يعني أهمية التفاف القوى والفصائل الرسمية والشعبية أيضا حول السيد الرئيس بعد اتخاذ هذا القرار يوم أمس. يعني بداية، نحن جزء من هذا القرار كتبنا حروفه معا في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلسين المركزيين بعد ذلك، وفي اجتماعات القيادة واللجنة التنفيذية التي تواجه بشكل موحد هذه الغطرسة الإسرائيلية. بالأمس أعلنت القيادة ما كان يتوقعه وينتظره شعبنا الفلسطيني بوقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال بعد الجريمة الكبرى التي نفذها نتنياهو في وادي الحمص في سور باهر.
أنا أعتقد أن القيادة الفلسطينية تخوض صراع محتدم مع دولة الاحتلال المدعومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصراع هو أشبه بالقتال من بيت إلى بيت ومن خندق إلى خندق، خاصة وأن دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يفرضوا الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وصولا لما يظنونه استسلاما من قبل الشعب الفلسطيني لدولة الاحتلال. الرد الفلسطيني واضح بمعيار هذه العدوانية الإسرائيلية. الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يصعدون كفاحهم ليقولون لا للاحتلال، لا لفرض الأمر الواقع، لا لصفقة القرن، نحن جاهزون لوقف كل هذه الاتفاقات التي أبرمت منذ 25 عاما. وكما قال السيد الرئيس والقيادة أمس، نحن شعب ضد الاحتلال تحت الاحتلال، ومن حق شعبنا أن يمارس كل أشكال الكفاح ضد هذا الاحتلال وفي مقدمتها المقاومة الشعبية. في هذا الجانب القيادة قررت، وبالتالي لابد من وقف أي تلاوم من قبل أي فصيل فلسطيني. على الفصائل الفلسطينية كافة أن تتداعى وأن تضع آليات تنفيذ وتفعيل الكفاح الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. طيب سيد وليد، على الجانب الآخر السياسي، سيد وليد اعذرنا على المقاطعة، على الجانب الآخر لدى دولة الاحتلال هناك من اعتبر أن هذا القرار الفلسطيني هو خطير على إسرائيل، وبين بعض المحللين أو بعض السياسيين الإسرائيليين الذين قالوا وزعموا بأن الفلسطيني سيدفع ثمن هكذا قرارات. كيف نفسر ردة الفعل بجانبيها في الجانب الإسرائيلي في دقيقة ونصف إن تكرمت قبل أن ننتقل إلى رفع الأذان؟ تفضل. نعم، بقول أنه الآن الفصائل كلها مفروض تحط الآليات لمواصلة تنفيذ هذا القرار. ردة الفعل الإسرائيلية والأمريكية متوقعة، لكن أيضا على إسرائيل وغيرها أن لا يتوقعوا من الشعب الفلسطيني أن يقدم الورود لهذا الاحتلال. هم يتوقعون منا وهم خاسئون وخائبون أن نقبل بتدمير مئات المنازل في القدس، أن نقبل بتهويد القدس، أن نقبل بتهويد الضفة الغربية، أن نقبل بمحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. هذا لن يكون. الشعب الفلسطيني جاهز لأن يدفع الثمن، والثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال سيكون أقل بكثير من ثمن ضياع القضية الوطنية الفلسطينية وتبديع المشروع الوطني الفلسطيني. كلمة أخيرة أقول على الإخوة في حركة حماس، التقاط اليد الممدودة من قبل الرئيس أبو مازن والذهاب لبحث آليات تنفيذ اتفاق أكتوبر عام 2017، وهذا يتطلب وقف التفاهمات كما قلت بالأمس، وأن نتحد معا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، نتحد معا في مواجهة صفقة القرن، نتقاسم معا كسرة القبز في أيام القحط القادم، ونواجه معا عدوان الاحتلال الذي سيشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وكل شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني في المصائب يتوحد. نحن الآن سيد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب اسمها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي علينا أن نتوحد معا من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك ونعتذر على مقاطعتك. نرفع على مسامعكم أو يرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها، ونواصل نشرة التاسعة بعد رفع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله طاعتكم سيدتي وسادتي. نواصل على حضراتكم نشرة التاسعة. وصل السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم العاصمة التونسية للمشاركة في تشييع الراحل الكبير الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وكان في استقبال سيادته على أرض المطار عدد من المسؤولين، وبالتحديد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر وعدد من المسؤولين التونسيين. متابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا شادن غنام من العاصمة التونسية.
شاد، مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة التاسعة. ضعينا في الأجواء في تونس في هذه اللحظات التي وصل فيها أيضا السيد الرئيس محمود عباس إلى تونس الشقيقة والحبيبة للمشاركة في تشييع جثمان راحل تونس الباجي قائد السبسي. بك سلام وتحية إلى السادة المشاهدين. بالفعل حطت طائرة السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة التونسية. وصل السيد الرئيس ومعه وفد رسمي يرافقه دكتور زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء ودكتور مجدي الخالدي مستشار السيد الرئيس للشؤون الدبلوماسية وغيرهم أيضا من الشخصيات. كان في استقبال السيد الرئيس محمد الناصر رئيس تونس في هذه الفترة المؤقتة، وهو رئيس البرلمان سابقا، وسعاد عادة عبد الرحيم وهي رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة كما يقال هنا. وصل السيد الرئيس للمشاركة في تشييع مراسم جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والتي من المقرر أن تقام غدا وأن تنطلق من قصر قرطاج إلى مقبرة الجلاز ابتداء من الساعة 11 صباحا. للحديث أكثر حول زيارة السيد الرئيس محمود عباس وتقديمه واجب العزاء استضيف معي الدكتور زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء. دكتور زياد أهلا بك معنا. يعني لو تضعنا في صورة زيارة السيد الرئيس والوفد الرسمي وتقديمه واجب العزاء لتونس، تونس الشقيقة التي كانت شريكة لنضالات الشعب الفلسطيني والباجي قائد السبسي الذي كانت له دائما مواقف داعمة لفلسطين. نعم، السيد الرئيس يأتي إلى تونس لتقديم واجب العزاء باسمه وباسم الشعب الفلسطيني في وفاة أخ وصديق عزيز له، هو المرحوم الباجي القائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، تعبيرا وتأكيدا على ما يكنه الشعب الفلسطيني والرئيس الفلسطيني من حب واحترام وتقدير لتونس الشقيقة التي احتضنت الشعب الفلسطيني في اللحظات الصعبة، وأيضا كان لها الحظوة بأن تكون البلد الذي ينطلق منه الفلسطينيون عائدين إلى فلسطين. فيعني نحن نقدم العزاء، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهذا البلد العزيز علينا حكومة وشعبا. سيد زياد أبو عمر شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر نشرة التاسعة. شكرا، وضعتنا في صورة زيارة السيد الرئيس وتقديمه لواجب العزاء لتونس لوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن هذه هي صورة الوضع إلى الآن في تونس وتفاصيل نعم زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى تونس لتقديم واجب العزاء برحيل الرئيس الباجي قائد السبسي. فيما يتعلق في أتطرق قليلا إلى المشهد السياسي في تونس، فيما يتعلق بالمشهد السياسي في تونس فقد سارت الأمور بسلام وبهدوء، وتم انتقال هادئ ويسير للسلطة. كما ذكرت محمد الناصر رئيس البرلمان استلم مهام منصب رئيس الجمهورية بصفة وقتية إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. هناك تغيير بالتأكيد على موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في نوفمبر، الآن ستجرى في 15 من سبتمبر هذا العام. هذه هي صورة الوضع حتى الآن. سلام شادن غنام مراسلتنا من العاصمة الشقيقة تونس، شكرا لك شادن. وهذا وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عقب إقامة صلاة الجمعة على طرفي جدار الفصل العنصري في حي وادي الحمص رفضا لمجزرة الهدم الأخيرة. المزيد من التفاصيل مع الزميلة كريستين ريناوي. كي لا ينسى أحد مجزرة الهدم التي ارتكبها الاحتلال الاثنين الماضي في حي وادي الحمص من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، أقام مئات الفلسطينيين وعلى طرفي الجدار العنصري صلاة الجمعة في محيط ركام البنايات المهدومة. وفور انتهاء الصلاة أمطرت قوات الاحتلال المصلين بقنابل الغاز المسيل للدموع. كلها منصلي، هذا اللي صار. هاينا مش شايفين قدامنا
الشباب النساء في الدور بتتفاغر، الختياري كانوا في الصلاة على الكراسي حملناهم، جارنا عنده فرح في عرسه حطوا له القنابل جوا فرحه في العرس، لا خلوا عرس ولا خلوا أطفال ولا خلوا نساء، ما ظل كلام. فور انتهاء الصلاة كما حصلت المجزرة كسرعة البرق حصل الهجوم هنا كسرعة البرق، ما شاهدنا إلا القنابل الغازية والصوتية فوق رؤوسنا، وهناك الكثير من الإصابات، ولكن نحن جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني. العشرات من المواطنين والقوى والفعاليات التي شاركت في إسناد أهالي حي وادي الحمص أصيبوا بالاختناق خلال مشهد القمع الذي أعقب الصلاة. منازل المواطنين ومركباتهم وأراضيهم كانت في مرمى الاعتداء والاستهداف. الغاز دخل إلى داخل الشقق، لا يكفي أنهم استهدفوا المنازل عشرات من الوحدات السكنية، ولكن أيضا يستهدفوا الناس ولا يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة وإرادة أهالي وادي الحمص وسور باهر. يعني هنالك حرب يقوم بها الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة لاقتلاعهم وتهجيرهم وتهويد المدينة المقدسة. نحن نقول لهذا الاحتلال بأن رسالة المواطنين هنا لن نخرج من أراضينا، لن نخرج من المدينة المقدسة، سنبقى صابرون محتسبون. عشر بنايات مكونة من 70 شقة هدمها الاحتلال في مجزرته الأخيرة مشردا 24 فلسطينيا، لكن المعركة في وادي الحمص لم تنتهي بعد، إذ يخطر الاحتلال بتدمير أكثر من 150 شقة أخرى للحجة ذاتها قربها من جدار الضم والتوسع العنصري، رغم أن المنطقة مصنفة ألف أي تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، والبنايات حائزة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي. الاحتلال الذي ارتكب مجزرة الهدم بالآليات والمتفجرات ليس غريبا عليه أن يقمع صلاة الفلسطينيين وتكبيراتهم، الأمر الذي يعد دليلا إضافيا على تجاوزاته وصلفه. من صور باهر، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة. هذا واعتدت قوات الاحتلال على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف وهددته بإطلاق النار صوبه. جاء ذلك خلال مشاركته في الفعاليات الرافضة لهدم منازل المواطنين في وادي الحمص. من سيدك علينا؟ أنا ما عملت شيء، من سيدك؟ من سيدك علينا؟ احكي شوي شوي. احكي شوي شوي. خلص صيحي. سيمو سيمو ليف. هالشيطخ هذي. ارجع 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 ابعد عنا أول شيء. ابعد عنا ابعد عنا. أنا بعرف شو أبغي. بعرف شو أبغيهم. أنهم يحاولون بكل بشاعة أن 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 يبتزونا سياسيا وأن يسيطروا على القدس خط الأحمر. صفقة الكرز ستسقط هنا في الوادي الحمص وفي الخان الأحمر وفي بوابات المسجد الأقصى، ولن نسمح لهم بحسم معركة القدس. القدس فلسطينية وستبقى فلسطينية وسنبقى ثابتون ولن نتراجع إن شاء الله، وسينتهي الاحتلال. من الضفة إلى غزة، أو لا بالتحديد نبقى في الضفة، في قلقيلية أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وحالة الاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدومة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي خرجت أيضا تنديدا بهدم المنازل في وادي الحمص. بمشاركة شعبية واسعة انطلقت مسيرة كفر قدوم الأسبوعية نحو الشارع المغلق. توجه الأهالي مرددين شعارات الثبات على نهج المقاومة الشعبية، مؤكدين وقوفهم الكامل خلف القيادة في قراراتها وصمودها في وجه الاحتلال، وفي الوقت ذاته منددين بما قامت به قوات الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين في وادي الحمص في القدس المحتلة. رسالة أهالي كفر قدوم اليوم دعما وإسنادا للسيد الرئيس محمود عباس في كافة توجهاته، ونؤكد على سر وجودنا وبقائنا على هذه الأرض الفلسطينية المباركة ولن نتخلى عنها مهما كلفنا الثمن. نقول بأن المسيرة مستمرة، وأن رسالتنا إلى هذا العدو أن هذه الأحداث وما يفعلونه من عدوان هو وقود للمقاومة الشعبية، وإن شاء الله تعمل المقاومة الشعبية في فلسطين لدخل الاحتلال المستوطنين.
جنود الاحتلال الذين أصابوا طفلا بالرصاص الحي في رأسه قبل أسبوعين عادوا وانتشروا في أرجاء القرية واعتدوا على من شارك في هذه المسيرة بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية التي أصابوا فيها 3 من الشبان الذين واصلوا دفاعهم عن القرية وحقوقها أمام بنادق الاحتلال. رغم القمع المتواصل والاعتداءات الآثمة على الأطفال والبيوت وساكنيها، إلا أن مسيرة كفر قدوم ما زالت تحمل الرسالة التي انطلقت لإيصالها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وأولها إعادة فتح طريق القرية المغلق. من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين. وإلى المحافظات الجنوبية، أصيب أكثر من 50 مواطنا بالرصاص وآخرون بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية في قطاع غزة. دعما وإسنادا لأهلنا في القدس وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أحياء في سور باهر، انطلقت فعاليات الجمعة عقب صلاة العصر في 5 محاور شرق المحافظات الجنوبية، وللتأكيد على حق العودة وتقرير المصير لتتشكل لوحة وطنية وحدوية متشبثة بالأرض والهوية. طالما إحنا مش مخدين حقنا لابد أنه إحنا نفعل الموضوع هذا، لأنه إحنا 71 سنة بنعاني، محدش مدور علينا. وبعدين حقنا الشرعي اللي كفلتنا إياه الموثق الدولية والبند 194، حق الشعب الفلسطيني كلاجئ يرجع لأرضه. إحنا كشعب فلسطيني حقنا نعيش زي باقي الشعوب، حقنا صرنا دولة. القدس هذه إنا مش لإسرائيل، إحنا اللي تعمل إسرائيل في القدس إحنا شيء بيوجعنا، لأن إحنا مش طايلين الموضوع هذا، لأنه إحنا بجد القدس هذه بتعنينا، إحنا بندافع عن شرف أمة عربية إسلامية. مئات المشاركين السلميين جاءوا للتعبير عن حقهم وفق ما كفلته لهم القرارات الدولية، لتواجههم آلة العدوان الإسرائيلية وتمطرهم بوابل من الرصاص الحي والمطاطية والغاز السام. هذه المسيرة حق لكل فلسطيني، لكل واحد مواطن قطاع غزة، وإنه ينزل هذه المسيرة، لأنه هذه ثبات على قضيتنا. إحنا من فترة خلال سنة ونص أتينا للعالم كله إنه فوعنا القضية الفلسطينية، إيش وصلنا لهم، إيش القضية الفلسطينية وإيش اهتمام القضية الفلسطينية. إصابات بالاختناق والرصاص يرفع كل جمعة حصيلة مصابي مسيرات العودة السلمية التي تؤكد نهج الاحتلال بانتهاكاته المستمرة واستهدافه المدنيين واستنزافه المقدرات الإنسانية والخدماتية. عدد الإصابات لحتى الآن تجاوز العدد 40 إصابة، لحتى الآن في 12 إصابة طلق ناري حي في الأرجل بالنسبة لمناطق قطاع غزة. في عنا الكوادر الطبية اللي تعمل على مدار الساعة، بالذات يوم الجمعة في عنا طواقم طبية تشتغل من فترة صباحية وتكمل حتى المساء، حتى انتهاء مسيرات العودة في مناطق قطاع غزة. بالنسبة عنا في عنا عجز في المعدات الطبية بالنسبة لسيارات الأسعاف. تستمر الفعاليات الشعبية التي شكلت مشهدا وطنيا أسبوعيا للمطالبة بالحقوق التي نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية، والداعمة في الوقت ذاته لخطوات القيادة الفلسطينية في مواجهة غطرسة الاحتلال وجرائمه في القدس المحتلة. من شرق الشجاعية، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. نبقى في موضوع له علاقة أيضا بأهلنا في المحافظات الجنوبية، فبعدما أشادت المحكمة العليا الإسرائيلية بسياسة إطلاق النار، جاءت تصريحات مسؤولين في جيش الاحتلال على عكس تلك الإشادة، حيث اعترفوا بقتل المتظاهرين السلميين عمدا على طول حدود قطاع غزة خلال المسيرة السلمية. وايز الشيطان ياس. جميع أنواع الأهداف واردة في مرماه، فلزي إسعاف أو زي صحفي أو حتى قامة طفل صغير تضيء أحمرا لدى قناصته. فمنذ بدء مسيرات العودة منذ أكثر من عام، قتلت قوات الاحتلال عمدا أكثر من 200 شهيد على حدود قطاع غزة، وأصابت ما يزيد عن 13,000 آخرين بتوجيهات سياسية عسكرية ومباركة قانونية من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، التي ضربت بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية. والمفاجأة الآن أن جهات رسمية في إسرائيل تعترف أنها كانت تعلم جيدا أن هناك من قتلوا في مسيرات العودة عمدا
محمد التي قدمتها مؤسسات حقوقية في تحقيقاتها أفشلت جميع الإدعاءات التي حاول الاحتلال التنصل من خلالها. ما كشفته الصحفية الإسرائيلية قبل أيام يظهر عمق الفجوة بين تصريحات المسؤولين والواقع، فجيش الاحتلال يواصل العمل بطريقة التجربة والخطأ، وكأن الفلسطينيين ليسوا بشرا حقيقيين يقتلهم الرصاص الحي ويصيبهم بجراح. فبدأت لعبة الاحتمالات والتجربة. أولا، قرار بتغيير تعليمات إطلاق النار الصادرة للقناصة من التصويب على الجزء الأسفل من الجسد وفوق الركبة إلى التصويب إلى ما تحت الركبة كملاذ أخير، ثم تجربة أخرى بتوجيه القناصة للتصويب إلى الكاحل وكأنها لعبة إلكترونية. نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين. وفي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، أدى العشرات صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسير حذيفة حلبية الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 26. بالصلاة والدعاء في بلدة أبو ديس مسقط رأس الأسير حذيفة حلبية يستمر حراك تضامني ومساند له وللأسرى المضربين باعتصام أمام مقر نادي شباب أبو ديس بمشاركة ذويه والفصائل، يد بيد وعلى قلب واحد لحتى الإفراج عن حذيفة. وصار رسالتنا للأسير نفسه أن أهل بلدك والقرى المجاورة وأهل وطنك خلفكم، خلف أسران البواسل في الخطوة الإضراب اللي هي خطوة من أجل الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم من التمديدات المتتالية للاعتقال الإداري. الأسير حذيفة بدأ إضرابه منذ الأول من شهر تموز الجاري مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنه، فهو معتقل دون تهمة وفق ما يسمى الملف السري للاعتقال الإداري منذ حزيران 2018، وحكم إداريا لستة أشهر، وما أن انتهت حتى جددت لستة أشهر إضافية ثم أربعة أشهر أخرى. مطلبه بسيط، يعني انه يتثبت ما يتجدد، يعني مش انه يطلع بكره، انه يتثبت حكمه انه 17 يروح يخلص الاربع شهور الضايلات، لعطوه 6 و6 وكمان 4 بدون قضيه. طبعا بنته لحد الان ما شافها، عمرها 6 شهور ما شافها لحد اللحظه. اذا ليس الاسر وحده من يقلق الاهل، فالاسير حلبية يحتاج لفحوصات دوريه للنخاع والقلب وانزيمات الكبد للتاكد من عدم تراجع وضعه الصحي أو عودة السرطان، وهي فحوص لم تجرى له منذ اعتقاله. وهكذا يسلط الاحتلال الإسرائيلي سيف الاعتقال الإداري على رقاب أبناء شعبنا كوسيلة لابتزاز من لم يعترف أو لم تثبت إدانته. ولطالما شكلت سياسة الاعتقال الإداري أخطر السياسات داخل السجون، حيث هناك نحو 500 أسير يخضعون للاعتقال بأوامر إدارية ودون تهمة ولا موعد واضح للإفراج عنهم فيما يعرف بالملف السري الذي بات عذابا يكابده أسران خلف القضبان. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. أبو النواس أحد مقاتلي الثورة الفلسطينية والذي عاد إلى أرض الوطن ليحدث عن كواليس أسر طيار إسرائيلي بان حصار بيروت عام 82، وكيف جسد هو ورفاقه إنسانية المقاتل الفلسطيني في مقابل وحشية جيش الاحتلال وجنوده. هذا المنزل على أطراف البلدة القديمة بمدينة نابلس يعج بذكريات كبيرة عن حصار بيروت قبل 37 عاما، ففيه قصة المناضل نشأة حجاوي التي شكلت فصلا من فصول الحصار ما زالت طلاسمه لم تفك لليوم بعد. نشأة الحجاوي أو أبو النواس كما اشتهر بين رفاق السلاح واحد من آلاف مقاتلي الثورة الفلسطينية الذين حملوا إلى أرض الوطن بعد عودتهم حكايات الثورة الفلسطينية، ومنها أطول حصار في التاريخ حصار بيروت الذي تتوافق ذكراه في هذه الأيام. فأبو النواس لازم الأسير الإسرائيلي الطيار أهارون أخيعاز الذي أسرته المقاومة الفلسطينية أثناء الحصار الغاشمي عام 82. جسد خلالها الحجاوي عبر سيل المواقف إنسانية المقاتل الفلسطيني في معاملة الأسرى مقابل وحشية وبربرية الاحتلال. احنا كنا نتعامل معهم حسب اتفاقية جنيف، يعني كانت تعليمات الأخ عمار مشددة، يعني طعام زي ما بده ياكل، ينام وقت ما بحب، يصحى وقت ما بحب،
أكثر من هيك صار بيروت 82 الكل بيعرف بعد الشهر الأول انقطعت المياه والكهرباء. احنا جبنا موتور على الديزل وجبناه حطيناه في الشقة اللي موجود فيها عشان نعطي كهرباء ونعطي تلفزيون ويتبع الأخبار. وتكشف هذه القصة الإنسانية أيضا جانبا آخر من همجية الاحتلال حتى مع جنوده، بعد محاولاته دفن الطيار أخي عاز حيا بإعلان وفاته وجنازته العسكرية. بعد الأسر فترة كان بسمع أخبار بالإبري، فقام فجأة كسر الراديو وصار يشتم بالإبري والإنجليزي، شهرون وبيجن وإسرائيل، ويخبط في الحيط وبكى. هدي فهمني شو القصة، ولا بقول لي بكرة أو بعد بكرة جنازة عسكرية اللي في تل أبيب. طب كيف صار هيك؟ بقول لي جاء وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت وفاتي قبل قليل. ما تجسده قصة أبو النواس والطيار أخي عاز هو نهج قيادة الثورة الفلسطينية التي أرادت أن تلقن العالم درسا في أخلاقيات الثوار مقارنة بالاحتلال الذي يدعي الديمقراطية والإنسانية، وهو ما تجلى في غيرها من المواقف تحت القصف الوحشي لبيروت. ياسر عرفات كتب رسالة لوالدته، وهذا كله يعبر عن الحس الإنساني لدى القيادة الفلسطينية، الفدائيين المناضلين دائما منطلقين من مشاعرهم الإنسانية، لأن البحث عن الحرية مسألة إنسانية، البحث عن الاستقلال موضوع إنساني في هذا الموضوع. هذه الحكاية هي واحدة من مئات الحكايات والمواقف التي شهد العالم فيها على إنسانية البندقية الفلسطينية التي حملتها أكتاف الرجال ولم تكن أبدا مشبوهة ولا قاطعة طريق في مواجهة خفافيش الظلام من احتلال كل ما في رصيده، جرائم ومجازر لا تستوي مع الأعراف الإنسانية. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس أقيم في العاصمة السورية دمشق عرس جماعي ضم حوالي 90 عريسا فلسطينيا وسوريا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. رغم كل الضغوط التي يتعرض لها الشعب والقيادة الفلسطينية، إلا أن سيادة الرئيس محمود عباس استطاع رسم الفرحة على وجوه 170 شابا وشابة فلسطينيين وسوريين من خلال عرس جماعي رعاه السيد الرئيس في العاصمة السورية دمشق، وبحضور الوفد المكلف من سيادته برئاسة السيد عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ألقى كلمة نقل من خلالها تحيات السيد الرئيس محمود عباس، ثم استكمل العرس الجماعي برقصات فلكلورية فلسطينية. الرئيس أبو مازن اعتاد منذ سنتين بدأ في هذا البرنامج إقامة أعراس جماعية بدأت في فلسطين في الضفة الغربية وغزة، ثم انتقلت إلى لبنان وسوريا لأول مرة هذا العام، وهذا تأكيد أيضا على التلاحم كما قلت السوري الفلسطيني. عندما خرج اللاجئون الفلسطينيون من فلسطين احتضنتهم سوريا لم تتعامل معهم كلاجئين وافدين، وإنما تعاملت معهم كأخوة لهم. هذه مكرمة من السيد الرئيس بإقامة أعراس جماعية، قام عدة أعراس جماعية في الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا في لبنان، غدا أو بعد غد هناك عرس أيضا في تركيا. رسالة فرح، رسالة حب، رسالة سعادة، تعبر عن عمق وأصالة الشعبين الفلسطيني والسوري، تعبر أن الشعب الفلسطيني مهما تهجر في صقاع الأرض يحن إلى وطنه ولكن يفرح في الوطن الآخر. من سوريا نقول مبروك لكل العرسان، ونتمنى لهم إن شاء الله زواجا موفقا، وأن يرفدونا بأشبال عربية، أشبال وطنية، أشبال قومية من أجل نصرة القضية العربية الأم ألا وهي فلسطين. النهاردة الزفاف الجماعي ده خطوة جميلة، وتحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس اللي احنا كلنا بنكن له العظيم التقدير والاحترام، وقلوبنا كلها معاه في الظرف الصعب اللي بتمر به فلسطين دلوقتي. العرسان والأهالي عبروا عن فرحهم بهذا اليوم وما قدمه السيد الرئيس محمود عباس من مكرمة ليبدأوا بها حياة جديدة، متمنين لو يأتي اليوم الذي يحتفلون فيه بفلسطين وتحديدا في القدس.
نحن شعورنا اليوم كبير. أول شيء بنشكر الأخ الرئيس أبو مازن على المكرمة تبع العرس الجماعي. فرحانة إلنا كتير كتير فرحانة إلنا والله. إن شاء الله ألف مبروك لكل العرسان ولكل واحد عريس. العرس كتير حلو، إن شاء الله ألف مبروك لكل العرسان. بس كنا بنتمنى لو كان هذا العرس بأرضنا بفلسطين يعني. وألف مبروك لكل العرسان، والشكر الأول والأخير طبعا للرئيس أبو مازن. فرحة جماعية للكل، والله إن شاء الله هيك بفرجها على سوريا وعلى فلسطين أجمعين. عرس جماعي ليس هو الأول في العالم العربي، واليوم المحطة سوريا لما تشكله من داعم قوي ودائم للشعب الفلسطيني، ويبقى الأمل بالشباب الفلسطيني فهو الذي يحمل الراية جيلا بعد جيل للدفاع عن فلسطين. تثبت منظمة التحرير الفلسطينية في كل مرة أنها الأم التي تكون مسؤولة عن أولادها أينما كانوا، وما يحدث هنا أكبر دليل على أن المنظمة ورغم الضغوط التي تتعرض إليها لا تؤثر على أولوياتها في تأمين حياة كريمة للشبان الفلسطيني. من قلب العاصمة السورية دمشق، مصطفى رضوان، تلفزيون فلسطين. ومتابعة لذلك معنا من العاصمة السورية دمشق السيد سمير الرفاع، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني هذا العرس الجماعي جهد كبير لتحقيق هذا الحلم لحوالي 90 عريس وعروس في هذا اليوم. اليوم كنا في دمشق، وغدا سنكون في لبنان، وبعد ذلك في تركيا. المحطة لم تتوقف يوما. أهمية هذه الخطوة لدعم أبنائنا في كل مكان. نعم، بالأمس بالتزامن مع اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس أبو مازن لمناقشة آخر التطورات، جرى في نفس الوقت وفي نفس التوقيت عرس جماعي في سوريا، 90 عروسا و90 عريسا. الحقيقة كان مشهدا عبر عن فرحة في ظل الزمن الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني من تضحيات في غزة، في الضفة الغربية، في القدس. لكن هل بالإمكان أن تشرح لنا أي خطوات أخرى مماثلة لهذا العرس الجماعي، أعداد الذين سيكونوا في هذا العرس سواء في لبنان أو في تركيا؟ سيد سمير، إن كنت تسمعني كنت أسألك عن الخطوة التالية بشيء من التوضيح إن تكرمت. طيب، يبدو بأنه فقدنا الاتصال، فقدنا الصوت، ونعتذر منك سيد سمير، وأيضا نعتذر من السيدات والسادة، ونواصل وإياكم نشرة التاسعة. في الشأن العربي والدولي، لقي 15 شخصا حتفهم بسبب انجراف للتربة في جبال أطلس جنوب مدينة مراكش المغربية جراء الأمطار الغزيرة. وقالت السلطات المغربية أنها انتشلت جثث 11 امرأة وثلاثة رجال وطفل من المركبة التي كانت تقيل الضحايا. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، قال إن لديه تفاؤلا حذرا بشأن جهود التوصل إلى نهاية للحرب الدائرة في أفغانستان عن طريق التفاوض. وأدلى دانفورد بهذه التصريحات لمجموعة من الصحفيين في العاصمة العراقية بغداد بعد زيارته لكابول. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
أقواله جاءت خلال مقابلة تلفزيونية أكد فيها استعداده للذهاب إلى طهران للقاء القادة الإيرانيين، معتبرا أنها فرصة للتحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. قتل إسرائيليان بالرصاص في حادثة لها علاقة بنزاعات بين العصابات الإجرامية في مركز فاخر للتسوق بمدينة مكسيكو سيتي. الشرطة المكسيكية قالت في هذا الإطار إن امرأة ورجلا فتحا النار على الإسرائيليين في مطعم جنوب غرب العاصمة المكسيكية قبل أن يلوذ بالفرار. دارين، بعد كل هذه الأخبار في السياسة والتطورات الميدانية لابد أن نذهب إلى حالة الطقس. إلى حالة الطقس مع الزميلة ناتالي رنتيسي. مساء الخير ناتالي. مساء الخير دارين. مساء الخير سلام. مساء الخير. بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. نبدأ نشرتنا من تايوان، حيث ضرب زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. وذكرت مصادر محلية أن مركز الزلزال رصد على عمق 60 كيلومترا في محافظة تقع شرق تايوان بعد ظهر اليوم. وأكد المركز عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية. ومن تايوان نعود إلى الأجواء هذه الليلة، فتكون باردة نسبيا في المناطق الجبلية معتدلة في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وبالنسبة ليوم غد فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ولكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار. أما في ساعات المساء والليل فتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق. هذا ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة دون تغيرات ملموسة يوم الأحد، على أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 29 درجة مئوية. ننتقل إلى رام الله 27، أما نابلس 31، طوباس 33، جنين أيضا 33، طولكرم 31 درجة مئوية، قلقيلية أيضا 31، أما سلفيت ف 29، أريحة 39، بيت لحم 29، الخليل 28. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 29، دير البلح 30، خان يونس 29، وأخيرا رفح 30. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية، أما الآن عودة إلى السلام ودارين. شكرا نتالي. شكرا نتالي. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تأييد فصائلي ووطني واسع لقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقية الموقعة مع إسرائيل. المئات يؤدون صلاة الجمعة في محيط المنازل المهدمة في وادي الحمص. باعترافات جهات رسمية إسرائيلية، جيش الاحتلال تعمد قتل المتظاهرين السلميين في غزة.
وفي نشرة التاسعة أيضا تحدثنا مع حضراتكم عن عرس جماعي لتسعين عريسا فلسطينيا وسوريا في دمشق تحت رعاية السيد الرئيس. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.